هذا الجمع العام هذا يأتي في ظروف جد استثنائية بعد المجلس الوطني ديال تنفيذا لتوصيات المجلس الوطني ديال الاتحاد المغربي للشغل في ظل الظروف اللي كتعيشها الطبقة الشغيلة المغربية، غلق باب الحوار من طرف باب الحوار الاجتماعي من طرف الحكومة، فحنا الآن مجبرون باش نخوضوا حركة احتجاجية على الصعيد الوطني. كيفما كتعرفوا فجميع الاتحادات الجهوية التابعة للاتحاد المغربي للشغل الآن هي بصدد خوض واحد الحركة احتجاجية على شكل وقفات، على شكل بلاغات تنديدية إلى غير ذلك. فمن خلالكم كنوجه ندائي للحكومة أننا كاتحاد المغربي للشغل سنبقى صامدون أجل تحقيق المطالب ديال الشغيلة المغربية، وعلى رأسها الزيادة في الأجور، تحسين وضعية العمال. فكيف ما شفتوا فكان حضور قوي هنا لجميع القطاعات المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، كان حضور ما يناهز 500 مناضل ومناضلة يعبروا على الاحتجاج ديالهم وعلى الأسف ديالهم للسياسات الحكومية الرامية إلى تهميش الموظف، تهميش العامل، تفقير الفقير. فالأول لكي نقول لا لهذه السياسات التراجعية اللي بدأت منذ سنة 2012 كيفما كتعرفوا، فأمل الشغيلة المغربية والشعب المغربي كان مع هذه الحكومة بعد ما تولت زمام الأمور في 2012، لكن للأسف تصابينا بالإحباط. الشعب المغربي صبر، يعني حكومة في جوج النسخ ديالها ما عرفنا منها إلا التراجعات على مكاسب الطبقة العاملة والشغيلة المغربية على وجه الخصوص. فكنوجه لها نداء، نحن سنبقى صامدون، سنحتج، سنقاوم إلى غاية تحقيق مطالبنا، وشكرا.